شكرا سيد الرئيس. في قضية توسعة ديال المطارات الوطنية، المطارات الوطنية اليوم عندها طاقة استيعابية إجمالية ديال 40 مليون تقريبا. كاين ثلاثة ديال المطارات اللي كانوا وصلوا للطاقة الاستيعابية ديالهم في سنة 2019، وتأجل البرمجة ديال الشغال ديالهم في ظروف كورونا. واليوم حنا في الأسابيع المقبلة القليلة غادي نطلقوا طلبات العروض ديال التوسعه ديال مطار مراكش ومطار اكادير ومطار طنجه، وهما المطارات الثلاثه اللي كانوا وصلوا للطاقه ديالهم الاستيعابيه. في نفس الوقت تنكملوا الاشغال ديال مطار الرباط اللي خصهم يكملوا ان شاء الله في اخر هذه السنه، وانطلقنا ايضا في التوسعه ديال المطار ديال تطوان بعد ما فتحنا المدرج الجديد. هذا كله الهدف منه لا قبل ما ننسى، وتنقوموا اسمحوا لي بالدراسه ديال البرمجه ديال التوسعه ديال المطار ديال الدار البيضاء. هذه المشاريع كلها الهدف منها هو نوصلوا الطاقه الاستيعابيه ل 80 مليون عوض 40 من هنا لسنه 2030، بهدف جوج ديال الحوايج: مواكبه النمو الجد المهم ديال الحركه الجويه في المغرب غير المرتقبه، وبالطبع باش نكونوا واجدين للاستحقاقات المستقبليه اللي تتسناها بلادنا ان شاء الله.